لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تنتهي من قانون القيمة المضافة دون تحديد النسبة. وتشريعية النواب تعلن عرض تقرير عضوية أحمد مرتضى منصور وعمرو الشبكي على اللجنة غدا. وعقب وصول خسائره ل 5.3 مليار جنيه، لجنة الزراعة توافق على نقل تبعية بنك التنمية للمركزي. وبعد مقتل اثنين وإصابة خمسة في الهجوم على كمين العجيزي، النائب العام يكلف الداخلية بسرعة تحديد منفذ الحادث. وشيخ الأزهر الإسلام بريء من نشر العقائد بقوة السلاح والمال. و34 مليون جنيه حصيلة بيع 424 فدان من أراضي الدولة المستردة بالمزاد العالمي.